التعاون الثنائي والقضايا المشتركة في صدارة مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر، والزعيمان يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم. خلال اجتماع الحكومة، رئيس الوزراء يعلن البدء في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس السيسي. بعد استعادتها من القوات الروسية، الرئيس الأوكراني يزور مدينة إزيوم الاستراتيجية ويشيد بما حققته قواته في المعارك. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. بإرادة سياسية جادة وخطوات فعلية على أرض الواقع، تسعى مصر وقطر لتطوير مستوى العلاقات بينهما ودفع أطر التعاون لآفاق أرحب. في هذا الإطار تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة القطرية الدوحة، والتي تعد الأولى من نوعها، وجاءت تلبية لدعوة من أمير قطر تميم بن حمد الثاني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة مع قطر، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أشاد أمير قطر بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها. وثمن الأمير تميم بن حمد الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. هذا وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، الأمر الذي من شأنه دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل إيجابي في مختلف المسارات. كما تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة، وذلك كجزء أساسي من الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يحقق آمال الشعوب العربية في العيش في سلام واستقرار. وعقب اللقاء، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار. كما شهد الزعيمان أيضا مناقشة مذكرة التفاهم والتوقيع عليها في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية. وخلال لقائه مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين بمقر إقامته بالدوحة،
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة أيضا على تنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك في مقر إقامة سيادته بالدوحة، بمشاركة سمو الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثان وزير التجارة والصناعة القطري، وسمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثان رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيله باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة قطر، مؤكداً سيادته حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. من جانبهم أعرب رجال الأعمال القطريون عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس وسعادتهم بتنظيم هذا اللقاء الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية. استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الإسبوعي بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر والتي تعد الأولى من نوعها، وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة. كما كشف رئيس الوزراء عن توجيهات الرئيس السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي بحيث تستمع خلاله الحكومة لآراء الخبراء والمختصين في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء في الإعداد لهذا المؤتمر وما ستتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة دعما للاقتصاد المصري بمختلف القطاعات، لافتا إلى ما يتم من تنسيق بين الوزراء المعنيين ومختلف الجهات المعنية. استعرض اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي تقريرا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا وجدر القردة محليا، وأوضح التقرير أن الوضع الوبائي لجدر القردة في مصر آمن بشكل كبير وأنه تم تعزيز الإجراءات الوقائية ضده، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المنحنى الوبائي لحالات فيروس كورونا يشير إلى انخفاض حالات الإصابة فضلا عن انخفاض حالات الوفيات تزامنا مع ارتفاع عدد من تلقوا التطعيم. هذا وقد استعرض التقرير استعدادات وزارة الصحة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ. للمزيد معنا من مقر مجلس الوزراء مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أهلا بك كريم، التفاصيل وما توصل إليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم معك بالتأكيد، تفضل. نعم، عدة ملفات بالفعل ناقشها اليوم اجتماع مجلس الوزراء. ربما كما ذكرتم بدأ اليوم الاجتماع بالدكتور مصطفى مدبولي، واستهل حديثه اليوم عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر بعد دعوة من سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الزيارة الأولى له لدولة قطر. هذه الزيارة التي ناقشت العديد من الملفات والقضايا
ربما المشتركة وتعزيز التعاون في عدة ملفات بين مصر والدولة الشقيقة قطر بالطبع. كان هذا بداية الاجتماع كما ذكرتم، ولكن أيضا كان هناك عدة ملفات ناقشها الاجتماع اليوم، من أهمها إذا تحدثنا ما يمس الشارع المصري في بداية الأمر هو اتفاقية أو الموافقة بشكل عام في بدائيا على الاتفاق بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار سك العملة البريطانية لتعاون مشترك لإنشاء دار لسك عملة مصرية بريطانية في المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس. وهذه ربما الشراكة لإنشاء هذه الدار تتجاوز ربما العلاقة أو التبادل الفني في صناعة العملات المعدنية، تتجاوز ذلك بوضع مصر في خارطة طريق جديدة لصناعة العملات المعدنية بشكل عام، ولتكون محطة لتصدير العملات المعدنية سواء للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية بشكل عام. وأيضا تم الإعلان عن إصدار فئة معدنية جديدة، فئة عملة جديدة، وهي جنيهان، سيتم إصدارها هنا في مصر. هذه نقطة. إذا تحدثنا بعد ذلك عن الوضع الوبائي الخاص بجدري القردة كما ذكرتم، هناك وضع عالمي ووضع عربي ووضع مصري بالطبع. الوضع العالمي كان هناك انخفاض نسبة 8% هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، أما الوضع العربي فكان هناك اكتشاف ما يقرب من 46 حالة على مستوى الوطن العربي بشكل عام، أما في مصر كان هناك حالة واحدة فقط وتم التعامل معها قادمة من أسبانيا وتم عزلها، وتم أيضا مراقبة جميع المختلطين مع هذه الحالة وتم مراقبتهم لمدة 21 يوم ولم تظهر عليهم أي حالات. وهذا يأخذنا بالطبع للحالة الصحية بشكل عام ومتابعة للحالة الصحية سواء في القاهرة أو سواء في مصر بشكل عام أو حتى فيما يتعلق بالاستعدادات لشرم الشيخ ومؤتمر كاب 27، مؤتمر التغيرات المناخية الذي سينعقد في نوفمبر القادم في شرم الشيخ. كان هناك متابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ، وكان تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن الاستعدادات الكاملة سواء للتعامل مع المساحات الخاصة بفيروس كورونا ووجود أكثر من 1.5 مليون أداء لاختبار كورونا في شرم الشيخ. هذه نقطة. وأيضا الجزء الخاص بالتعامل مع جدري القردة أو هذا الوباء بشكل عام. هذه الجزء الخاص بالصحة. وهناك أيضا جزء خاص بالاقتصاد والمؤتمر الاقتصادي الذي أطلقه أو طالب بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هناك العديد من النقاشات حول هذا الأمر والآن أعود إليه. نعم، يعني إذن هي أجندة حيوية للموضوعات المهمة المطروحة على الساحة الآن. أشكرك، شكرا جزيلا كريم بيبرس من مقر مجلس الوزراء. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار جهود الدولة في دعم قطاع السياحة وتقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة. وتطرق الاجتماع إلى محاور عمل وزارة السياحة لإعداد استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة حجم السياحة الوافدة. كما اطلع رئيس الوزراء على جهود وزارة الطيران المدني لخفض تكاليف رحلات الطيران وإتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم في زيادة حجم الحركة السياحية من مختلف الوجهات المستهدفة. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب بمدير عام شركة أمازون مصر عمر الصاحي، وذلك بمناسبة مرور عام على انطلاق أمازون دوت
إيجي. وخلال اللقاء تم إلقاء الضوء على تطور ونمو أعمال الشركة في مصر، والتي أسهمت في توفير العديد من فرص العمل في عدة مجالات، من بينها خدمة العملاء والتكنولوجيا والعمليات. كما تمت مناقشة فرص زيادة استثمار الشركة في مصر. في هذا الإطار أكد عبد الوهاب حرص الهيئة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للشركة لتنفيذ خططها التوسعية ولزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، على أن تكون مصر مركزا إقليميا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير لعام 2023، والتي سيتم استقبالهم اعتبارا من 25 من سبتمبر الجاري. هذا ويقبل المجندون من المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة، وكذلك غير ذوي المؤهلات، وفقا للشروط والمواعيد المقررة والمعلنة في هذا الشأن. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 488 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 152 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية والغير غذائية تم ضبط أكثر من 84 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية، من بينها 55 قضية خبز ناقص الوزن و 72 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. انطلقت اليوم أعمال مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان، والذي يستمر لمدة يومين. يترأس المؤتمر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية. كما يشارك في المؤتمر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة. يناقش المشاركون في المؤتمر دور الأديان في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية في العالم الحديث، ودور التربية والتنوير الديني في تعزيز التعايش القائم على الاحترام بين الأديان والثقافات والعدالة والسلام، إضافة إلى مساهمة الزعماء الدينيين والسياسيين في تعزيز الحوار العالمي بين الأديان والسلام ومقاومة التطرف والإرهاب. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، قال إن الأخوة الدينية هي باعثة للأخوة الإنسانية العالمية. وأكد شيخ الأزهر الشريف على ضرورة بعث هذه الأخوة بين علماء الأديان ورجالها، فهم أقدر الناس على تشخيص العلل والأمراض الأخلاقية والاجتماعية ومعرفة كيفية علاج الأديان لها. والأخوة الدينية هي باعثة الأخوة الإنسانية العالمية وصانعتها، وما لم يثبت الأصل أولا لا يمكن أن يثبت الفرع ثانيا، فضلا عن أن يعمل أو أن يؤثر. وإذا فالبداية الصحيحة فيما أرى هي بعث هذه الأخوة بين علماء الأديان ورجالها بحسبانهم أقدر الناس على تشخيص العلل والأمراض الخلقية. أعربت مصر عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل لمصابي حادث انفجار خزان الوقود بمدينة سبها بليبيا. جاء ذلك ببيان لوزارة الخارجية. كان خزان للوقود في مدينة سبها جنوب ليبيا قد انفجر في ساعة متأخرة من مساء أمس، مما أدى إلى إصابة نحو 17 شخصا.
أعلنت الخارجية الروسية أن مناورات نوبل بارتنر 2022 في الأراضي الجورجية بمشاركة حلف الشمال الأطلنطي الناتو تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن في جنوب القوقاز ككل. وأوضحت الخارجية الروسية أن موسكو ترى في هذا المسار المستمر لجر جورجيا نحو حلف شمال الأطلنطي الناتو وبتدقيقها بأنواع حديثة من الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية منتظمة بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الحلف على الأراضي الجورجية يمثل تحديا لمصالح روسيا. وأضافت الخارجية الروسية أن مؤيدي الدعم الكبير لجورجيا يجب أن يكونوا على دراية بمدى مسؤوليتهم وأن موسكو تأخذ في الحسبان تطوير التعاون بين تلبيسي والناتو بأكبر جدية ممكنة. هذا وأكد الكريملين أن طموحات أوكرانيا المستمرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو ما زالت تمثل تهديدا لأمن روسيا. هذا وأكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف على حاجة روسيا للقيام بما تسميها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن فكرة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي هي التهديد الرئيسي لروسيا الذي يبرز الحاجة الملحة لضمان أمن موسكو ومصالحها الوطنية. كانت موسكو طالبت بضمانات قانونية لعدم قبول أوكرانيا في الحلف العسكري. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة. زار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مدينة إزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف شرق البلاد. وقال زيلينسكي خلال لقائه بعدد من الجنود إن بلاده فخورة بما حققه الجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية. وتعد هذه أول زيارة للأراضي التي استعيدت من الجيش الروسي هذا الشهر في هجوم مضاد، حيث وصل الجيش الأوكراني للحدود الروسية حسبما أعلنت كييف. شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. واعتبرت فون دير لاين في خطابها عن حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أن وقت التهدئة لم يحن بعد، مشيرة إلى أنها ستتوجه لكييف للقاء الرئيس زيلينسكي لمناقشة استمرار المساعدات الأوروبية بالتفصيل. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر ستكون طويلة. وأوضح بايدن أن أوكرانيا تحرز تقدما كبيرا في الوقت الذي تدفع به القوات الروسية للتراجع، لكن من غير الممكن معرفة ما إذا كانت الحرب عند نقطة تحول أم لا. قال البيت الأبيض إن شحنة مساعدات عسكرية جديدة سوف يتم إرسالها إلى أوكرانيا قريبا. وفي تصريحات إعلامية أوضح منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الشحنة تشتمل على أنظمة أمنية جديدة لكييف، مضيفا أن هذه الشحنة قد ترسل خلال الأيام القليلة المقبلة. وشدد المنسق الأمريكي على أن واشنطن تواصل الحديث يوميا مع الأوكرانيين. أكد صندوق النقد الدولي أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص احتياجاتها الناجم عن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأوضحت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا أوضحت أن هناك ما يقرب من 30 دولة في أمس الحاجة لهذه الإمدادات. وقالت مديرة الصندوق إن الأعضاء التنفيذيين لصندوق النقد كانوا إيجابيين للغاية بشأن خطط المساعدات المقترحة عندما اجتمعوا بشكل غير رسمي. Yeah.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن وضع سقف لعائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيجلب أكثر من 140 مليار يورو لدول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرضة للخطر. وبفضل ارتفاع أسعار الكهرباء مع زيادة في أسعار الغاز، تعيد هذه الشركات بيع إنتاجها بما هو أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج، فيما يؤدي إلى أرباح فائقة تقترح المفوضية استردادها. بدأت منذ قليل المسيرة الملكية لنقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من قصر باكنغهام إلى كنيسة ويستمنستر بوسط لندن. ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس الماضي عن 96 عاما إلى العاصمة البريطانية، حيث شارك الملك تشارلز ونجلاه الأميران ويليام وهاري وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة في الموكب. ويتوقع أن يزور مئات الآلاف بهوى ويستمنستر بالبرلمان البريطاني الذي ستبقى أبوابه مفتوحة في هذه المناسبة ل24 ساعة ولمدة 5 أيام. في قضية تايوان، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 24 طائرة صينية وخمس سفن عسكرية حول المنطقة المحيطة بجزيرة تايوان. وأوضحت الدفاع التايوانية أن 3 طائرات صينية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان اليوم. وكانت حدة التوترات بين الصين وتايوان قد تصاعدت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءا من أراضيها. أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع نواب في الكونغرس بشأن إصدار تشريع يتعلق بأمن تايوان. وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، قال إن البيت الأبيض يتطلع إلى العمل مع النواب الأمريكيين على إقرار التشريع، مؤكدا أن واشنطن مصرة على التزامها بالدفاع عن تايوان. وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكدت خلال زيارتها لتايوان أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن المنظمة الدولية تعمل للنهوض بالسلام ولحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. أوضح غوتيريش خلال كلمته في الأمم المتحدة أن دول العالم تواجه العديد من الأزمات والنزاعات وتغير المناخ إلى نظام مالي عالمي معطوب يخذل البلدان النامية. إننا نعمل للنهوض بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. نواجه العديد من الأزمات من النزاعات وتغير المناخ إلى نظام مالي عالمي معطوب يخذل البلدان النامية، كما نواجه الفقر وعدم المساواة والجوع، فضلا عن الانقسامات وانعدام الثقة. وفي ظل هذا الوضع تتطلب مواجهة التحديات المشتركة تضامنا متواصلا، حيث نظهر الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الجمعية. قال رئيس الوزراء الأرميني نيكولا باشينيان أن 105 من جنودهم قتلوا في الاشتباكات مع أذربيجان خلال اليومين الماضيين، وتجددت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بالرغم من توصل الجانبين إلى اتفاق لتثبيت الوضع على الحدود، وذلك غداة اشتباكات دامية بين الطرفين أسفرت عن مقتل العشرات. غداة مقتل العشرات في أعمال قتال بين الجارتين منذ عام 2020 اندلعت اشتباكات عنيفة جديدة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية، وحملت كل دولة الأخرى مسؤولية تجدد القتال. وزارة الدفاع الأرمينية قالت في بيان لها إن أذربيجان استخدمت المدفعية وقذائف المورتر والأسلحة الصغيرة في هجومها صباح اليوم، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود لا يزال متوتراً. هذا وقد تواجهت أرمينيا وأذربيجان الجمهوريتان السوفيتان السابقتان والمتنافستان في القوقاز في حربين خلال العقود الثلاثة الماضية حول السيطرة على ناغورنو كاراباخ. وفي محاولة لنزع فتيل هذا التوتر، دعا كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف التصعيد وضبط النفس مع الشروع في محادثات سلام نهائية. وفي الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري للقتال بين القوات الأذربيجانية والأرمينية، أعربت الخارجية الأمريكية عن القلق العميق حيال التصعيد الجديد للعنف في ناغورنو كاراباخ، وحضت على اتخاذ خطوات فورية للحد من التوتر. وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيه بوريل في بيانه: من الضروري الحد من التصعيد والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، مع العودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حلول تفاوضية. وعلى الرغم من وجود قوات روسية مكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار الساري بين أرمينيا وأذربيجان، تهدد أعمال العنف هذه بإعادة إشعال النزاع ليس في المنطقة فحسب، بل في دخول دول وأطراف في النزاع، مما يهدد باتساعه وعدم السيطرة عليه. أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تتخذ إجراءات لاستقرار الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في أسرع وقت. من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن قلقه إزاء إمكانية محاولة روسيا لإثارة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان لتشتيت الانتباه عن حربها في أوكرانيا. وقال بلينكين إن موسكو يمكنها استخدام نفوذها لتهدئة الأوضاع بين يريفان وباكو. To talking about building a lasting peace between their countries. We have our special envoy. أكدت مصادر طبية بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا مقتل 10 أشخاص في ضربتين جويتين على ميكيلي عاصمة الإقليم. وأضافت المصادر أن الهجوم أصاب منطقة سكنية في ميكيلي وأدى إلى مقتل وإصابة مدنيين. وللمرة الثانية خلال يومين استهدفت غارتان بطائرتين منطقة سكنية بعد أيام من إعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي استعدادها للدخول في مفاوضات السلام.
قتل شخص واحد وجرح اثنان آخران في إطلاق نار في مركز لتدريب الجيش التايلاندي وسط بانكوك، كما أعلنت شرطة تايلاند. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال مشتبه به، وذكرت وسائل إعلام محلية ذكرت أن الموقوف عسكري وجرى الحادث داخل موقع لتدريب للجيش الملكي التايلاندي. يتجه إعصار بويفا القوي نحو الساحل الصيني، ويتوقع أن يصل إلى اليابسة في مكان قريب من مدينة دنيجو الساحلية. وذكر مرصد هونغ كونغ أن سرعة رياح الإعصار بويفا بلغت الحد الأقصى وهو 145 كيلومترا في الساعة أثناء تحركه شمال شرقي البلاد. ونتيجة لذلك ألغت السلطات جميع الرحلات الجوية في مطار نينجو، وعاد أكثر من 11 ألف قارب صيد إلى ميناء في مقاطعة تشيكيانغ بحسب تقارير وسائل إعلام صينية. سجلت الولايات المتحدة ثاني حالة وفاة على صلة بجدر القردة وفقا لما أعلن عنه مسؤولون، وذلك على الرغم من تراجع وتيرة الإصابات في البلاد. وأضاف المسؤولون أن المتوفى من سكان لوس أنجلوس وكان يعاني نقصا حادا في المناعة وأدخل للمستشفى وفقا لبيان السلطات الصحية المحلية. تشهد 13 محافظة اليوم وغدا إطلاق قوافل طبية ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة. وتعمل هذه القوافل على الكشف والعلاج مجانا في عدة تخصصات طبية، منها نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال. أقيمت اليوم قافلة طبية بالوحدة الصحية بحماطة التابعة لإدارة مرسى علم الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت الحملة بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل 87 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء فحوصات معملية وأشعة وسونار وحالات كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. وأكدت الحملة أن جميع كشوفاتها وفحوصاتها وصرف العلاج تم بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أشاد بنجاح التجربة المصرية في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، مشيرا إلى استطاعة مصر للتغلب عليه بالرغم من أنها كانت تصنف ضمن أعلى الدول في العالم من حيث معدل انتشاره قبل عقد من الزمان. وأشار التقرير كذلك إلى إطلاق الحكومة في عام 2014 حملة قومية للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي فيروس سي وعلاجه، وشهدت الحملة نجاحا كبيرا، حيث قامت الدولة المصرية بفحص أكثر من 50 مليون شخص وبعلاج أكثر من 4 ملايين آخرين، مما جعل مصر أول دولة تقضي على التهاب الكبد الوبائي. ووصف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الحملة بأنها كانت واحدة من أكثر حملات الصحة العامة شمولا، بصورة جعلت مصر أول بلد يستطيع أن يقضي على التهاب فيروس سي. فيروس سي أو الالتهاب الكبد الوبائي مرض صامت تسلل إلى أكباد ملايين المصريين خلال العقود الماضية، حتى جاءت مبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أكتوبر من عام 2018 للقضاء على فيروس سي وإعلان مصر خالية من هذا الكابوس. هدف جاء ضمن مبادرة 100 مليون صحة التي تستهدف أيضا الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لعلاج المصابين بفيروس سي بالمجان. فخلال
أشهر معدودة وبمعدلات غير مسبوقة، وضعت الدولة 3 محاول لتنفيذ المبادرة، بدءا من القضاء على قوائم الانتظار، مرورا بالخطة القومية للمسح الطبي الشامل، ووصولا لمكافحة العدوى وخفض معدلات الإصابة، لتنجح مهمتها في مسح أكثر من 58 مليون مواطن. والنتيجة رصد نحو 1,200,000 مصري متعايش مع الفيروس حتى اكتشفوا الحقيقة المرة. ومع انتشار حملات المبادرة في كل المحافظات هانت الصدمة وتيسر العلاج، وذلك بعد أن نجحت الدولة في فحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4 ملايين ثبتت إصابتهم بالفيروس، أكبر حملة في تاريخ البشرية من حيث العمل والكفاءة والسرعة، وإنجاز علمي يستحق الإشادة. هكذا وصفتها منظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود مصر في مواجهة واحدة من أكبر المشكلات التي تهدد الصحة العامة، مما جعل مصر أول دولة تقضي على التهاب الكبدي الوبائي. لم يكن الطريق بالهين على دولة يتخطى تعداد سكانها 100 مليون نسمة، لكنها ستبقى خطوة مضيئة تضاف لريادتها وملحمة إنقاذ فريدة لمواطن لم يتخيل أنه مريض ولن ينسى أنه لم يتحمل جنيها واحدا للعلاج. شهد معرض أهل المدارس بالغردقة إقبالا كبيرا من قبل أهالي البحر الأحمر، حيث يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل. تصل التخفيضات في المعرض إلى نحو 30%، حيث ضم 22 عارضا لمختلف الأدوات والمستلزمات الدراسية. يأتي هذا المعرض في إطار خطة الدولة للتخفيف عن أولياء الأمور بافتتاح معارض أهل المدارس بمختلف المحافظات لتوفير كافة احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة قبل بداية العام الدراسي الجديد. تم إقامة عدة معارض بمستوى على مستوى مدن محافظة البحر الأحمر، والنهاردة إحنا في معرض أهل المدارس بمدينة الغردقة وتحت رعاية السيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون مع الغرفة التجارية أقيم هذا المعرض وسط طبعا كتلة سكانية كبيرة، ويشهد إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم المدرسية. والمعرض السنة دي فيه تنوع كبير. تتواصل في مدينة الغردقة فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي لتصميم وتخطيط المطارات، وينظم هذا المؤتمر من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية للمطارات بمدينة الغردقة. كما شهدت مناقشة المؤتمر عرضا للرؤى المختلفة حول سبل التنسيق بين كافة القطاعات والجهات المعنية بتخطيط المطارات. نشكر طبعا المنظمة الدولية للمطارات على استضافتها لمثل هيك الندوات اللي بتعطينا الفرصة للاطلاع على آخر التطورات والتحديثات في موضوع المخططات الشمولية للمطارات، وبنطلع برضو على بعض التجارب للأخوة في المطارات القريبة والمنطقة وإيش الأحداث اللي طرت والتطورات اللي تمت وكيف تعاملوا معها. انطلقت فعاليات منتدى دراجون النقل الكهربائي وآليات تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية الذي تنظمه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وأكاديمية البحث العلمي بمدينة برج العرب الجديدة. شارك في المنتدى عدد من الجامعات والمراكز البحثية في مصر واليابان والدول العربية، فضلا عن عدد كبير من الخبراء وشركات تصنيع وسائل النقل والصناعات المغذية. ويعد المنتدى منصة للحوار والتفاعل البناء بين كافة المعنيين بصناعة النقل لمناقشة موضوع النقل الكهربائي وما يمثله من فرص وتحديات في كافة جوانبه التقنية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية. النهارده يعني بنشهد حدث من الاحداث المهمه بتنظمه الجامعه المصريه اليابانيه بالتعاون مع اكاديميه البحث العلمي، وهو خاص يعني بمنتدى او دراجون زي ما بيقولوا عن وسائل النقل الكهربائيه. اهميه الحدث انه بيجي قبل اقل من شهرين وبالتحديد حوالي 50 يوم عن استضافه مصر لقمه المناخ في شرم الشيخ كوب 27، واحنا بنتكلم على دعم البحوث والتطوير
التطوير والابتكار في مجال تصنيع وسائل النقل الكهربائية. أهم حاجة إن إحنا عايزين نوضح إمكانيات الدولة في التصنيع المحلي في هذا، والمهم كمان ان احنا تناولنا كل جوانب تصنيع السيارات الكهربية، الجوانب الاقتصادية والفنية وسلاسل الامداد والقانونية حتى. وعشان كده المنتدى يعتبر متكامل، واحنا يعني نقينا المتحدثين اللي على خبرات عالية عشان نفيد الحضور والطلبة على قدر سواء. أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بموجة الهبوط التي أصابت الأسواق العالمية الكبرى بعد إعلان الولايات المتحدة عن تراجع أقل من المتوقع لمعدلات التضخم. سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 701.6 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 3.7 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة. وهبط مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حسن فايق صاحب أشهر ضحكة في تاريخ السينما المصرية، حيث بدأ مشواره الفني وهو في 16 من عمره في فرقة الهواة المسرحية. قدم حسن فايق العديد من المونولوجات النقدية للأوضاع خلال ثورة 1919 منذ أن انتقل لعالم السينما عام 1932، وشارك بحوالي 160 فيلما. رحم الله الفنان القدير حسن فايق بقدر ما أسعدنا بضحكاته وبأفلامه وأعماله الفنية. إلى هنا نصل مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة، بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوين. التعاون الثنائي والقضايا المشتركة في صدارة مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر، والزعيمان يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم. خلال اجتماع الحكومة، رئيس الوزراء يعلن البدء في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس السيسي. بعد استعادتها من القوات الروسية، الرئيس الأوكراني يزور مدينة إزيوم الاستراتيجية ويشيد بما حققته قواته في المعارك. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.